صباح الخير على كل الناس اللي بتتابعنا من كل مكان. النهارده معاكم رنا. طبعا النهارده يوم سبيشال، طبعا ليا كمان. النهارده يوم المرأة العالمي. انا عايزه اقول لكل مرأة في كل مكان كل سنه وانتي جميله طيبه طموحه متألقه قويه واصله لكل اللي انتي بتتمنيه. النهارده عايزه اوريكم حاجه جديده معايا. النهارده هي كوليكشن بيور وندر. بيور وندر موجود في المحلات تقريبا بقاله شهر، ففي ناس كتير ممكن تكون جربته، لكن النهارده بسرعه هشرح لكم هو عباره عن ايه. طبعا بيور وندر فيه مكون من الورد والياسمين، كمان في ريحه عنبر. لكل الناس اللي بتقول ان هو ممكن يكون ريحه فرنسيه او كده، لا هو فيه عنبر، هو كمان فيه التاتش العربي لكل الناس بتحب الروائح العربي. معانا الكوليكشن، معانا كوليكشن كبير جدا من بيور وندر. معانا الشاور جيل، اللوشن، الكريم، البادي ميست. هو ده التريو اللي احنا دايما بنتكلم عنه في باث اند بادي وركس، لان الشاور جيل لازم نستخدمه الاول لانه فيه الوفيرا وفيه فيتامين اي، فطبعا بينظف وبيسيب الجسم جدا ناعم. بعدين بنستخدم اللوشن لانه فيه شيا باتر وفيتامين اي، فبالتالي بيرطب وكمان بيزود الريحه. الناس اللي عندهم بشره جافه اكتر تستخدم افضل الكريم لانه اتقل. كمان في هايلورونيك اسيد، الهايلورونيك اسيد ده بيساعد على يحافظ على وجود الميه في الجسم، فده بالتالي بيسيب هايدريشن او ترطيب للناس اللي بشرتها جافه جدا جدا جدا، الناس اللي بتشتغل في الشمس، المهندسين افضل بالنسبه لهم ان هم يستخدموا البادي باتر او الزبده لان هي ثقيله جدا، فبالتالي الجسم بيمتصها وبتسبب يعني ترطيب عالي جدا للناس اللي بشرتها جافه. لكن الناس اللي بشرتها عاديه مش مناسب قوي بالنسبه لها البادي باتر انها تكون تقيله على بشرتها. فموجود الثلاث اختيارات على حسب نوع جسمك او جسمك، تقدر تستخدم نوع الترطيب اللي انت عايزه. بعد كده عندنا نوعين كمان من المست. المست العادي ده طبعا فيه الوفيرا، ده بيعمل ريفريشمنت للريحه، بيتقل الريحه اكتر. ده ممكن نستخدمه واحنا رايحين الشغل، واحنا في اي مكان في اي وقت. كمان في الشيمر، الشيمر طبعا بيلمع، فده بيكون مفضل اكتر للناس اللي بتحبي تخرج بالليل، او لو انت بتحبي تخرجي الصبح بشيمر مفيش مشكله، او لمعه مفيش مشكله، بس الاثنين متوفرين. كمان متوفر في المجموعه البادي سكراب. البادي سكراب طبعا معروف ان هو بيبقى فيه سكر، السكر ده طبعا بيقشر الجلد الميت وبيسيب الجلد جدا ناعم او الجسم جدا ناعم، وبيخلي الجسم 100% يعني ريدي او جاهز ان هو يستقبل اللوشن او الكريم. فده بيخلي لما نستخدم الشاور بعدين السكراب او المقشر بعدين المرطب بعدين السبراي، كده الريحه هتفضل معانا اليوم كله ثابته مركزه. في حاجه جديده النهارده اول مره تكون موجوده معانا، هي البراش او الفرشه. دي فيها زي زرار من تحت، دي بنستخدمها بالطريقه دي، بنفضل نضغط على الزرار لحد ما بتنزل جل. يا رب تكونوا شايفين. فطبعا الفرشه ناعمه جدا، فطبعا ده مش ما فيش حد يقلق ان هي تسبب اي خربشه او اي حاجه او اي اذى. طبعا ده بيخلينا برضو نوزع الجل في كل مكان بالتساوي، في كل المكان، في اي مكان احنا عايزينه. هي ناعمه جدا جدا جدا، كمان بتخلي الفريجرنس او الريحه ثابته ومركزه، ويعني انا ايدي ناعمه قوي سايبه نعومه اكسترا. ده حلو جدا، انا يعني عايزه كل الناس تجربه، كل الناس تقول لي كومنتس اللي عليه لانه حاجه جديده. بس انا عارفه ان الناس هتحبه جدا لانه ريحته حلوه جدا ولونج لاستنج، انا جربته وكمان نعومته فائقة. كمان في حاجة تانية، الناس بقى اللي بتحب الروائح التقيلة أو بتحب الروائح المركزة أو دايما بيسألونا، يعني إحنا عندنا هنا البادي كير عموما للجسم، إيه بقى ممكن يكون مناسب للكندورة أو إيه مناسب للعباية أو للملابس؟ في كمان حاجتين اللي هما البرفيوم وكمان البرفيوم الصغير. طبعا البرفيوم الصغير إحنا ممكن نشيله في الشنطة نروح بيه أي مكان إحنا عايزينه، البرفيوم الكبير طبعا مناسب اكتر للغرف بتاعتنا. فطبعا الاثنين معروفين ان هم يعني فيهم اويل، فيهم نسبه الكحول اعلى من البادي سبراي، عشان كده مفضل ان احنا نستخدمه على الهدوم، وطبعا بتكون مركزه اليوم كله.
فاحنا كده خلصنا البادي كير، هنروح للهوم كير. اول حاجه عندنا الشمع. طبعا احنا عارفين باثم بادي ووركس مشهور بالشمع بتاعه. طبعا في برضو بيور وندر، فانا عارفه ان الناس كلها تحب بيور وندر في البادي كير، فطبعا هتحبيه برضو في الهوم كير لانه نفس الريحه. طبعا الشمع بتاعنا بيستمر لمده 45 ساعه، فالشمع ممكن تقعد تقريبا شهر ونص. كمان الشمع المستخدم فيها هو شمع الصويا، وكمان هو شمع نباتي، فبالتالي هي امنه جدا. فيها 3 ويكس او 3 عيدان، فده بيخلي الشمع تحترق بالتساوي. وكمان احنا بنقفلها بالطريقه دي، فبالتالي مفيش سموك، هي امنه جدا، مفيش اي حاجه ضاره ممكن ان احنا تجيلنا، فهي امنه قوي. كمان ممكن نستخدم الغطاء بالطريقه دي، فده بيحافظ برضو عليها ان هي ما تتكسرش، او يعني بيحافظ اكتر على ثباتها. كمان في الول فلاور. كل الناس بتسالني على الول فلاور هو عباره عن ايه، ايه فايدته، يعني ناس كتير ما تعرفش عنه. الول فلاور حلو جدا ان انت ممكن يعني بس بتحطيه في الكهرباء وبتنسيه خلاص. هو فيه طبعا اسينشال اويل، فبيخلي الريحه مركزه وبيشتغل لمده شهر. بس انت ما بتقفليهوش، انت بتحطيه في الكهرباء وبتنسيه خلاص. هو طبعا بتخرجي وبتروحي وبتيجي كل ده، وبتفضل الريحه مركزه في المكان كله. فطبعا مين ما بيحبش يخلي يعني ينزل ويرجع ويلاقي البيت ريحته مركزه وجميله بالريحه اللي احنا بنحبها، من غير بقى ما نولع الكاندل. لو الناس بتقول ان مثلا انا عندي اطفال بخاف من الكاندلز او كده، طبعا هي امنه، لكن كمان عندنا اوبشن الول فلاور ممكن نستخدمه. حاجه كمان الهاند سوب، برضو احنا يعني اغنياء عن تعريف الهاند سوب، لانه الفوم عندنا طبعا الفوم او الجيل، بس بيور وندر نازل منها بس الفوم. طبعا في برضو فيتامين اي. احنا المميزين بالهاند سوب بتاعنا لانه مش بيسبب جفاف، فهو بيرطب لانه فيه الوفيرا، كمان بينظف وبيشيل كل البكتيريا. كمان في الناس بقى اللي بتحب عندهم شنط صغيره بيحبوا ياخدوا البرفيوم معاهم في بره، معانا كمان السانيتايزر. طبعا السانيتايزر برضو احنا متميزين بيه لانه برضو مش بيسبب جفاف زي كل السانيتايزر بسبب نسبه الكحول اللي فيه. طبعا احنا السانيتايزر بتاعنا نسبه الكحول اللي فيه عاليه، لكنه كمان فيه الوفيرا وفيه اسينشال اويل، فبالتالي ما بيسببش جفاف. وكمان فيه الريحه، طبعا ده يعني بغض النظر عن الريحه. وبعدين نتقل الريحه بالكريم او وكمان نرطب، يعني احنا نستخدم السانيتايزر وكمان بعدها نرطب، فده نخليه الروتين بتاع الشنطه بتاعتنا. يعني كل حاجه ليها روتين، ده روتين الجسم، روتين البيت، ده روتين الشنطه. فدايما خلي احسن الروتين ده معاكي، ده هيساعدك جدا. لكل الناس اللي بتقول ان هي عندها جفاف في ايديها، بتعاني من الجفاف، ناس كتير قوي بتقول كده، فاحسن نستخدم السانيتايزر وبعدين الكريم على طول. بس فده كده كل الكوليكشن معايا النهارده، واتمنى ان انتوا تكونوا اتبسطتوا، واتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا. وطبعا انا عايزه اقول لكم ان كمان دي هديه مناسبه جدا لكل الناس، مش بس سواء احنا في الومن، طبعا في الومنز داي، بس ممكن كمان هو يوني سكس، ممكن كمان لكل الرجال لو عايزين يستخدموه. حلو جدا، مناسب هديه لنفسك كمان، يعني treat yourself. وانا مبسوطه جدا، واشوفكم ان شاء الله المره الجايه. باي باي.